لهذه لعمليات التخريب والسلوكيات السلبية للأسف التي نتابعها في عديد المناطق وحتى وسط المدن. عبر الهاتف يلتحق بنا المحامي يحيوي نبيل. صباحك سعيد أستاذ. مباشرة نتكلم عن التعريف القانوني أولا لتحطيم الممتلكات العامة وفقا دائما للقانون الجزائري. نعم، شكرا، أسعد الله صباحكم بكل خير. جمعة مباركة للجميع وللمشاهدين الكرام. حقيقة نلاحظ في الآونة الأخيرة يعني كثرة الأعمال التخريبية وكثرة الأعمال التي تكون نتيجتها إتلاف بعض المنقولات المملوكة للدولة أو المملوكة للمواطنين. وحقيقة يعني نشوف بلي كاين أفعال يعني يتم من خلالها تخريب بعض يعني الأعمدة الكهربائية وبعض الممتلكات المملوكة للدولة وللمرافق العامة، وذلك سواء لإتلافها من أجل السرقة أو لتخريبها يعني من أجل الحصول يعني على هدف معين. وبالنسبة للقانون الجزائري يعني قانون العقوبات الجزائري ينص ككافة التشريعات يعني العالمية على أنه في حالة تخريب ممتلكات مملوكة للغير، وهذا الغير يعني سواء يكون الدولة المرافق العامة يعني أو الأشخاص الطبيعية يعني ممتلكات الأشخاص الطبيعية يعني المواطنين الآخرين، فهنا جنحة التخريب يعرف عليها قانونا ويعني يعرفها رجال القانون على أنها كل فعل مادي يؤدي إلى إتلاف أو تحطيم شيء معين، هذا الشيء يكون بطبيعته منقول يعني سواء عربات أو سيارات أو دراجات أو أكوام مثلا من يعني مواد مادية كحديد كخشب، أو تكون بطبيعتها عقارات أو عقارات بالتخصيص، يعني عقارات إذا كانت بنايات أو جزء من البنايات، أو عقارات بالتخصيص مثل الباخرات والقوارب إلى غير ذلك من الأشياء المنقولة التي لا يمكن تحديدها، والتشريع القانوني هو من يقوم بتحديدها. طيب، ما هي العقوبات بالتحديد التي قد يتعرض لها الشخص الذي يدان بتحطيم الممتلكات العامة؟ يعني نروح مباشرة للمادة القانونية التي نص عليها قانون العقوبات الجزائري، وهي المادة 407 من هذا القانون، والتي نصت صراحة على أنه يعاقب كل من خرب أو أتلف عمدا أموال الغير المنصوص عليها في المادة 396 التي يعني كنت تكلمت عليها قبل قليل، بأية وسيلة كانت سواء كليا أو جزئيا، يعاقب بالحبس من 2 إلى 5 سنوات حبسا نافذا، وبغرامة من 20,000 إلى 100,000 دينار جزائري دون الإخلال بالتعويضات المحتملة التي سوف يطالب بها الضحية. مثلا إذا كان كما تكلمت مقبلة سيدتي الفاضلة قلت بأنه تمت عملية تخريب في وهران، يعني تخريب أعمدة كهربائية وخيوط كهربائية، فهنا يمكن لشركة صنع الغاز أو يمكن للبلدية المطالبة بالتعويضات وإلزام المحكوم عليه يعني من قام بهذا الفعل بتعويض كافة الأضرار التي لحقت هذه المنشآت. وهذا بعد إدانته، لرانا قلنا بلي العقوبة تصل حتى 5 سنوات. طيب، وهل هناك ظروف تخفيفية يمكن أن تقلل من هذه العقوبة المفروضة على حسب حجم الخسائر؟ نعم، هي تكون أولا تكون العقوبة وتكون يعني تكييف العقوبة على أساس حجم الخسائر. إذا كنا في إطار جماعة إجرامية منظمة تعمل على تخريب وسرقة يعني هذه مثلا الكوابل وتستعمل في ذلك ظرف الليل واستعمال مركبات وأسلحة إلى غير ذلك يعني من الظروف التي سوف تكون مشددة، لهنا يعني تعتبر جناية، العقوبة يمكن أن تصل بلك يعني حتى السجن المؤبد، خاصة إذا نتج حريق جراء تخريب تلك المنشآت. ولكن يعني في ظروف يعني التحطيم العمدي لملك الغير يعني كجنحة، فهنا
إذا كان شخص مثلا غير مسبوق قضائيا فيمكن للقاضي إفادته بظروف التخفيف طبقا لأحكام قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية. أما إذا كان معتاد على هذا الشيء وإذا كان يعني مسبوق قضائيا فهنا يحكم عليه بالعقوبة الكلية، يعني بالحد الأقصى للعقوبة وهو 5 سنوات دون الإخلال دائما بال التعويضات المدنية المحتملة، يعني باش يفهمنا المواطن نعم. التعويضات المحتملة هي يعني يعاود يرجع الأشياء التي قام بتخريبها إلى ما كانت عليه. وفي هذا الإطار يعني نأكد أنه جرم تحطيم العمدي لملك الغير يجب أن يكون فيه ركن العمدية، يعني ماشي شخص مثلا يمشي بشاحنة دون أن يكون له إرادة يعني خاصة بتحطيم ذلك الشيء، يعني يقيس شيء معين بصفة غير عمدية، فهنا لا يمكن القول أن هذه الجريمة القائمة. لذلك يشترط المشرع أن تكون له إرادة خاصة للقيام بالتخريب أو الإتلاف، سواء أؤكد على ذلك سواء يكون ذلك بصفة جزئية أو كلية للعقار، مثلا يمشي على بيت معين ويقوم بتحطيم الباب، يعني له جزء من ذلك العقار الكلي، فهنا الجنحة تكون قائمة. الأستاذ ياسين، نعم تفضل. نعم، وإذا كان التحطيم يعني كلي فهنا أيضا تكون الجنحة قائمة. وأذكر يعني وأؤكد، إذا كان يعني كل هذه الأعمال أدت إلى حريق عمدي أو أدت إلى مثلا المساس بسلامة الجسدية للأشخاص فهنا تكون تكييفات يعني متسلسلة وتمشي ربما حتى للجنايات على حسب ضرر المحامي. نعم. المعتمد لدى المحكمة العليا ياسين يحيوي، أشكرك على هذه التفاصيل وعلى هذه الشروحات. أستاذ، تحطيم الممتلكات العامة، يعني كما قلت هي طبعا أفعال وسلوكيات، سلوكات جد سلبية، ورانا نشوف فيها مثلا في بعض الأحيان يتم تداول فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لقطارات تمر ونشوفوا أطفال صغار يضربوا بالحجارة. التفسير الاجتماعي لهذا الأمر، أول التفسير السريع هو تابع لموضوع الاستهلاك، هنا يؤكد لنا بأن كل شيء قابل للبيع بما في ذلك المرافق العامة. ما دام هناك سوق تقبل بيع وشراء مثل هذه، وصلنا كنا نحكيه على التجار في السوق تشري غذاء، الان نحكيه على مرافق عامه تحطم هذيك الاستغلالات التجاريه للاستهلاك في نهايه الامر. يعني في نهايه الامر موضوع الاستهلاك هذا موضوع فيه من الايجابيه لكن فيه ايضا من السلبيه الكثير. خلينا ناكدوا على واحد المساله، هل هذا المظهر ولا هذه المظاهر متكرره او غير متكرره؟ هي متكرره. نعم هي متكرره. ولحير استسمحك انه هناك من يتلذذ بهذا الامر، كما قلت لك نشوفوا فيديوهات وين شباب يرميوا بالحجاره على القطارات ولا تكسير الممتلكات العامه، وكلهم يعني بعض طبعا ما نعموش وكلهم فرحه ويشوفوا هذا الامر مسلي. هي بالتسليه خاصه بالاطفال، ويظهر لي حكينا في هذا الموضوع سابقا، اولا غالبيه الاطفال الذين يمارسون هذا رمي الحجاره على القطارات كانت تتم في وقت العطل بدرجه كبيره. انا استقصيت مع ناس يعملون في مؤسسة النقل الحديدي، إذا لقوا بأن هذه مثل هذه الأعمال تكثر بدرجة كبيرة في وقت العطل. لهنا بعد سؤال واحد آخر ينطرح، عطلة المفروض أنه الطفل هو تحت حماية الأبناء الوالد ديالو، وراك يا الأب يا الأم يا المجتمع، والابن ديالك يرمي في الحجارة على قطار آخر لدرجة توثيقها. نعم، وهذه مسألة أخرى تماما. باش نرجعوا إلى مسألة أدوار المجتمع في مراقبة أبنائه. خلينا نرجع إلى الفكرة، مادام اتفقنا بأن هذه الظاهرة متكررة، مادام متكررة لاحظي مليح أنا انتبهت، هدايا من حاش خيط، هدايا طيح بوطو، اسمع عمود كله طيحوا في الأرض باش يقوم بهذه العملية. إذا سيحتاج إلى وقت، يحتاج إلى مرافقين، وأكثر من ذلك يحتاج العملية تمت وبحتما وبمرأة من الناس، وكأنه الرسالة التي يرسلها هؤلاء الناس وكأنه قابلين هذه الوضعية. أنا نقول لك ما دام أنها تكررت معناتها أسباب وجودها موجودة في المجتمع، المجتمع عطالها
بشكل او باخر اعطى لها هذيك الشرعيه في ان يمكن اعادتها مره اخرى ما دام تكررت في مناطق اخرى وفي ازمنه مختلفه. معناتها انه الناس هذو ما اكتسبوا شرعيه ولو شرعيه وهميه. الناس نهار اللي شافت وما هضرتش معاه، الناس اللي ما بلغتش عليه، الناس اللي لاحقا راح خمس معاهم شمعة قالوا لا غنستعرف بك. اذا كل هذه المظاهر كل هذه المؤشرات تدل بأن هذه القضية هي قضية تاع مجتمع ماشي تاع أفراد، ومعالجته كما هي المعالجة القانونية كان يحكي عليها الأستاذ، لكن أيضا هي تحتاج إلى معالجة اجتماعية، اجتماعية اللي تبدأ بالمدرسة وتبدأ بالمحيط بالمجتمع المدني الذي يجب أن يتحدث على هذا الأمر. لأنه هذا السيد هو لا يدرك ما وصلش إلى درجة الوعي بأنه هذا البوطو هذا العمود ينتفع به مباشرة، يا إما ماشي هو باباه ماشي باباه، هو ماشي خوخته صغيرة ولا وليك. لكنه حتى ولو كانت فلاتة لسان تاع الأستاذ قال ما يلي، يقول بأنه التعدلة مرافق التعدل. إذا كأنه هناك موقف سلبي إذا كاين آخر يسميه الدولة، وما دام هو الدولة فهو مستباح وما كانش هناك مراقب. يظهر ما تكون في أموره الشخصية لو داخل بيته مستحيل أنه يكون بهذه، ويظهر بهذا الأمر أيضا تكرر وتعاود تم إعادة إنتاجه مرة أخرى وبأشكال مختلفة، لأنه درجة الردع ضعيفة. لانه حتما هناك ناس داروا نفس العمليه وعوقبوا وعاودوا خرجوا يعاود نفس الفكره. اذا حتى مساله الردع لابد الانسان يعاود يراجعها بدرجه باش فقط ما تكونش عندها الطابع القانوني. حتى القانون كما حكينا على الاقتصاد، حتى المساله القانونيه لها عندها طابع اجتماعي لابد ان يؤخذ بعين الاعتبار. هذا الطابع الاجتماعي لانه المطلوب من القانون ان يكون راضيا، بمعنى انه ما يوزش يولي السيد لهذه القضيه. يظهر بان الاساليب الان حتى الان المستخدمه هذه الغرامات وربما حتى الحبس لفتره ما دام الناس يتعاود، اذا لابد يعاود يراجعها للمراجعه هذه المساله القانونيه. استاذ حسين الأزبري المختص في علم الاجتماع، اشكرك من جديد على قبول الدعوه وعلى مشاركتنا في هذا النقاشات. شكرا لك. اذا نمر الى موضوع اخر وسياق